نحن صامدون على مبادئنا وثابتون على المواقف التي رفعناها منذ قبل في حكومة ذات الإرادة الشعبية ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وكذلك دوائر انتخابية عادلة وأمن للجميع وقضاء عادل. هذا الصمود يعني الكثير بالنسبة لنا، أن شعبنا لم ينكسر ولن ينكسر من الداخل. يستطيعون قتلنا واعتقالنا وتشريدنا، ولكنهم لا يستطيعون التأثير على قناعات هذا الشعب الصامد الأبي الذي قدم التضحيات، وهو مستعد أن يقدم الكثير من التضحيات من أجل قضيته ومن أجل عزته وكرامته. يا من سار